الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث الأديم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبتل أمثالكم ونوشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة
الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون
qalilan innakum aidun yauma nabtisul batsyatal kubra inna mundakimun walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna waja'ahum rasulun karim an attu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin wa alla ta'lu ala Allah inni atikum bisultanim mubin wa inni uttu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa illam tu'minu li fa'tazilun fata'a rabbahu anna ha'ulai qawmun mujrimun fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un wa'tsrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun kam taraku min jannati wa'uyun wazuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakin kadalik wa awrasnaha qawman akharin fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundurin walakad najjayna bani Isra'ila minal adabil muhin min fir'aun innahu kana aliyam minal musrifin walakad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin wa atainahum minal ayati ma fi bala inna haulai layakulun in hiya illa mautatuna ula wa ma nahnu bimusharin fa'tu bi abaina in kuntum sadikin ahum khairun am qawmu tubba'i walladina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin wama khalaqnas samawati wal ardu wama bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bilhaqqi walakinna aksarahum la ya'lamun inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni maulan am maulan shay'an wa la hum yunsarun illa man rahimallah innahu wal azizur rahim inna shajaratal zakkum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khudu fa'tilu ila sawa'il jahim summa subbu fawqa ra'si min adabil hamim duk innaka antal azizul karim inna hadha ma kuntum bihi tamtarun inna muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun yalbasuna min sundusi wa istabrakin mutakabilin kadalika wa zawwajnahum bihurin in yada'una fiha bikulli fakihatin aminin la yaduquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum adabal jahim fadlam min rabbik dalika huwa fawzul adim fa innama yassarnahu bilisani
يُسَارِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَاسِين وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من
السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى آت كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
mujrimun alam ahid ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hada siratum mustaqim walaqad adalla minkum jibillan kasira afalam takunu ta'qilun hadihi jahannamul ladzi kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyaw wala yarji'un wa man nu'ammirun nakkishu fil haq afala yubsirun afala yaqilun wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina وَجَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ رَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُ مِنْ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضُرِبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ مِيمْ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من
qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Dalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa qalu a'idha dolalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid bal hum bilikai rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin huda walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnari wan nasi ajma'in. Faduku bima nasitum liqa'a yaumikum hada inna nasinakum. Faduku adabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladina idha dukkiru biha harusud. Innama yu'minu bi ayatina alladina idha dukkiru biha kharru sujjatan wa sabbahu bihamdi rabbih. Innama yu'minu bi ayatina alladina idha dukkiru biha kharru sujjatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma ruzaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin jazaa'an bima kanu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladina amanu wa amilus solihati falahu jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladina fasiqan
fasaku famawahumun nar kullama aratu ayyakhruju min kullama aratu ayyakhruju minha uidu fiha wa qila lahum duku adaban naril ladzi kuntum bitukattibun falanudikonnahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un wa man adlamu mimman dukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun walaqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi miryatim min liqa'i waja'alna hudan li bani Israil waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawma qiyamati fima kanu fihi yahtalifun awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayat afala yasma'un awalam yarau anna nasukul ma'a ilal aradil curusi fanukhriju bihi zar'an fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun wa yakuluna mata hadal fathu in kuntum sadikin kul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun fa'arid anhum muntadir innahum muntadirun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhira alladhina qalu attakhadha allahu walada ma lahum bi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afahihim iyaquluna illa kadiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ila kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada summa ba'asnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labisu amada nahnu naqussu alaika naba'ahum bilha
الحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اتخذتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين
tu tis'ah walafisu fi kafihim salasami'atin sinina wasdatu tis'ah kulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi malakum min duni malahum min dunihi min waliyu wa la yushriku fi hukmihi ahada watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubattila li kalimati wa lan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man awfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a wa kana amruhu furta wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa innal ladina amanu wa amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtiha al anharu yuhallawna fiha ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtiha timul anhar yuhallawna fiha min asawira min dabi wa yalbasuna siyaban khudran min sundusi wa istabrakim muttaki'ina fiha alal araik ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqah wadrib lahum masal ar-rajulaini ja'alna li ahadihima wadrib lahum masal ar-rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kilta jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahra wa kana lahu samaru faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aksara minka malau wa a'azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irtudtu ila rabbi la ajidanna khairan min wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irtudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba qala lahu sahibu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada walaula idh dakhalta qulta ma syaa walaula ittakhadta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada
فَأَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرنه من وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موئدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم ولم يستجبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجبوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر أجبا قال ذلك ما كنا نب فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع عليه صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني أجرا
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أو يضيفوا ما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يأملون في البحر فأردت أن أعيبا وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة ووجد عندها حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا وسنقول قال أما من ظلم فسوف نؤدبه ثم يرد إلى ربي فيؤدبه عذابا نكرا قال أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا
summa atba'a sababa hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min dunihi sitra hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min dunihi sitra kadzalika waqad ahadna bima ladayhi hubra summa atba'a sababa hatta idza balagha baina as-sattaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'al laka kharja la anta ja'ala bainana wa bainakum sadda qala ma makkanni fihi rabbi fa khairun fa'inuni bi quwwatin naj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubarul hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fu hatta idza jalau naran qala atuni ufrik alaihi gitra famastau ayyadharu wamastau lahu naqba qala hadha rahmatum mir rabbi fa idza jaa waqtu rabbi ja'alahu dakka wa kana waqtu rabbi haqqo wa tarakana ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufiha fis suri fajama'nahum jam'a wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasiballadzina kafaru ayyattahidu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama yawma idzin lil inna a'tadna jahannama lil kafirina arda inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum jahannama bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala kullau kana baru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amal
salihan wa la yushriku bi ibadati rabbi abada. Sadaqallahul adzim.
teman-teman semua, pengurus dari yang telah bersupport, Pak Mukisi, Bu Ar yang senantiasa memotivasi, Pak Islam juga yang senantiasa mendampingi, membetulkan pasokan, membetulkan bacaannya dari kita. Bu Riris, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga keberkahan, kemudahan, kelancaran senantiasa terlimpah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Riris yang telah memberikan motivasi kepada anak-anak semuanya di sini. Semuanya bisa. Semua anak di sini adalah anak-anak pilihan. Yang mana anak-anak kalau di rumah ngaji Tuhan selalu. Kalau anak-anak di rumah setiap hari pasti didampingi, apalagi HP. Enggak pernah bukan HP. Kesabaran untuk mengajar anak santri dan ini, Allahumma amin.
tersebut maju siapa pembuatan barang rumahnya sudah